الفرقة الشبابية اللي معانا النهاردة فرقة من الشباب وفرقة في وقت قصير جدا أثبتت وجودها بأغانيها اللطيفة المميزة، فرقة طيبة. وطيبة رباعي، ممكن نعرف أساميهم واحد واحد. اسم حضرتك؟ طارق الكاشف. بتعزف ايه يا طارق؟ بيس جيتار. بيس جيتار. استاذ عمر الكاشف. عمر انتوا اخوين؟ اه. طب تعالى كده بقى، ده انا اكتشفت بقى الحكايه دي دلوقتي لاول مره، ان هنا عمر الكاشف وطارق الكاشف الاثنين اخوات، وهنا احمد الامام وحسين حسن الامام والاثنين اخوات، يعني اثنين واثنين. بتعزف ايه يا عمر؟ الجيتار. جيتار وجيتار. وبتري اورج وبيانو. اورج وبيانو. وحسين جيتار برضه. ومين بيكتب لكم اغانيكم؟ يعني احنا الاغاني مستعين بنكتبها احنا، وبعض الاغاني يعني مستعين بناس زي استاذ صلاح شاهين. لحنا له غنوه واحده، ويعني بنعتمد يعني كده وكده يعني بين الدنيا. اللي انتوا بتعتمدوا في اغانيكم دايما على فكره جديده في يعني ايه؟ ما مثلا يعني مش قادر اقول إيه المعنى نفسه، ما هوش الغنوه التقليديه اللي بتتقال، مش كده؟ مش تقليديه، لا، غنوه تكون قصيره نوعا ما. رتمها جاي من رتم الحديث، راقص مثلا، رتم الحياه بتاعتنا دي اللي فيها مكان وزحمه وسرعه. بتقلدوا حاجه من الفرق الاجنبيه المشهوره يا طارق؟ لا، احنا بس من يعني بنعزف على في الاسلوب يعني الديسكو. الديسكو على ايقاع الديسكو. تفتكر ايقاع الديسكو ده هيستمر ولا هينقرض؟ لا، هيستمر ولو فتره كمان. قد ايه؟ اذا كان الروك اند رول ما استمرش، ولا السوينج استمر، ولا الروك رول استمر 10 15 سنه، يعني الديسكو قدامه 10 سنوات. لسه الناس بتحبه حاليا. فعلا. ومين اللي بيغنوا فيكم؟ كلكم مع بعض الاربعه؟ احنا الاربعه.